هذا وتسبب الحصار الذي يفرضه العدوان السعودي في أزمة إنسانية خاصة بعد انتشار وباء الكوليرا في ظل عرقلة وصول الأدوية والمواد الغذائية الأساسية. اليمن تواجه أزمة إنسانية متردية وفق تقديرات الأمم المتحدة، والوضع الإنساني فيها يزداد سوءا يوما بعد يوم، خاصة بعد انتشار وباء الكوليرا فيها. الحصار المفروض من تحالف العدوان بقيادة السعودية أدى إلى عرقلة استيراد السلع الأساسية والمواد الطبية، ما أثر بشكل ملحوظ على انعدام صرف الرواتب لثمانية أشهر على التوالي. القطاع الصحي تأثر تأثر كبير بإثر العدوان الظالم على البلاد، مما أدى إلى نقص حاد في الأدوية، كذلك عدم صرف مرتبات القطاع الصحي والكادر التمريضي والفنيين والعامل بالمستشفى منذ ما يقارب من 8 أشهر، مما يسبب في حياة معيشية صعبة لدى الكادر. كذلك الحصار المفروض على البلاد تتسبب في عدم دخول الأدوية، منها أدوية العمليات وأدوية التخدير، كذلك نزوح الكادر الأجنبي من البلاد إثر الحرب. أكثر من 8 ملايين شخص يعانون من نقص المياه النظيفة والمرافق الصحية، الأمر الذي يعرضهم لخطر تفشي الأمراض مثل الكوليرا التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية مع ظهور حالات اشتباه كثيرة. طبعا احنا بنتعامل مع جميع الحالات اللي عندها إسهال بأعلى مستويات الخطورة عشان نعطيها أفضل الرعاية الصحية. فأي حالة تدخل ما دام عندها إسهال نتعامل معها إنها عندها عالية الخطورة عشان نعطيها الرعاية التمريضية الطبية والصحية الصحيحة، لأنه في طبعا حالات التهور المضاعفة تجي خلال ساعات، فمفروض أعطي المريض أي مريض يدخل للقسم الرعاية التمريضية العالية أو الطبية العالية بحيث إنه يعديها، سواء كانت كوليرا أو شيء يعني عرضي وليس مرضي. تقارير عدة أكدت أن هناك نحو 19 مليون شخص، 8% من السكان يعانون من النقص الغذائي الشديد ويحتاجون إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، ويواجه 7 ملايين منهم خطر المجاعة. بلقيس أحمد، اليمن اليوم.